أهلا فيكم بضيعتك. أنا من دوما وأول يوم بلبس هيدا اليونيفورم بدوما، وشوفوا شو حلو الشعور لما أنا كنت عم بمشي بالسوق والناس كانت تطلع فيي وتقلي هودي الكشافين معك، هودي اللي كانوا هون امبارح أنت مسؤولة معهم. فتخيلوا قديه شعرت بفخر إنه هيدول من أصغر زهرة لأكبر قائد تركين هيدا الأثر الجميل طيب بضيعتي. ف هيدا الشيء بخلي كل واحد منا يعرف قيمة هيدول الشباب والصبايا، يعرف قيمة التعب يلي عم بحطوه ليتركوا هيدي الصورة الجميلة يلي هي صورة جمعية كشاف وطني أرثوذكسي ومرشدات كشف وطني أرثوذكسي بمجتمعنا، بكنيستنا، بحينا، بمدرستنا، بكل مكان نحن منتواجد فيه. الليلة كانت عن جد جميلة جدا. أنا وصلت لهون من الساعة 5 لأنه في سوشيال ميديا بهيدي الفوش خلتني ألبس ثيابي غصما عني. خلتني البس ثيابي غصبا عني، اجي من بيروت على البيت لهون على ضيعتي. يعني قلت انا ما معقول يكون في هيدا الحدث الحلو وهيدا النشاط الحلو وهيدا التعب يلي عم بحطوه الشباب بهيدا المكان وانا ما اجي اقول لهم. يعطيكم الف 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 عافيه. اهلنا شكرا لكل الدعم، لانه لو ما انتم ما في فوج، لو ما في اولادكم ما في استمراريه للفوج. أبونا شكرا لكل دعم ولكل محبة ولكل التزام مع الفوج لحتى الفرص تنفتح. يمكن فوج روح القدس الفوج مش الوحيد بس الأقدم بأنه ولاده بيوقفوا على القراية، ونحن هيدا من الأهم، من الأشياء الأهم أنه نحن ولادنا تتعلم توقف على القراية وتتعلم الالتزام بالكنيسة. شف براء وشف تنميشة، انا بشكركم لكل الدعم يلي عم تعطوه للفوج، وانا بعرف قديش حاطين من وقتكم ومن جهدكم بهيدا الفوج. شف فادي وشف زكي يعطيكم الف عافيه. قاضي جميعا يا ريت بقدر بشكركم واحد واحد، بس عن جد انتم ناس بتكبروا القلب.